هنا أعلى الصخرة. علينا التسلق حول الزاوية. سأحاول وألا أتضمن. أرى الطريق أمامي. تحركها. نتحرك بأسرع ما يمكن. أنت بخير؟ نوعا ما. سنخوض قتالا آخر، هذا مؤكد. يبدو أن بقية الأمور محكمة. كان علي توقف هذا. فوق البلاطة. تضربين مثل الأطار. إيلوي، أنا وألفا في موقعنا. افعلها، فجر المنظم. لحظة حتى أشعل الشحنات. مرحبا. ألفا وكوتالو نفذا، والآن دور بيتا. إيلوي، أظننا في ورطة. أيا كان ما تخططين لفعله، أوقفي تلك الأطياف. لن أفعل شيئا، بيتا ستفعل. تحتاج فقط إلى وقت، وهذا ما لا نملكه. من الروبوتات.
الحية إلى البرج قبل تحول المكان لساحة حرب. هذه الحيلة رغم ذكائها تعني أن هيفستوس أفلت وحيدها. لا شك في أنه سيعود من شبكة المرجل. نجحنا مرة وسنكررها. أو ربما يجد طريقة لاستنساخ وظائفه مع بيانات أبولو. قد نستخدم الصخرة كجسر للعبور. فهم. أحتاج الذخيرة. لا تقاتل كل الأطياف في روبوتاتنا. لا، كان سيجعل الأمر سهلا.
على ما عثرت. بعض الأجزاء. أليس البرج وجهتنا؟ إيلوي، هل بوسعك إصابة هذا الشيء بالحمض؟ من هنا. قفزة كبيرة. اجتزنا دون قتال. هيا. لليمين أعتقد. والآن إلى اليسار. ستصلين للبرج عبر الحظيرة بالأمام. سأنضم إليك الآن. الحظيرة خربة لكني أرى مدخلا. هيا يا إيلوي. واحد آخر. الطريق لأعلى. يحسن حالتي. أوه، هذه أغراض زينث الفضائية. Yeah.
يقع هذا المكان على رأس السن؟ يسهل القول من شخص لا يهتم. عند حدوث ذلك سينفع ما على ظهري. لنأمل أنك لم تقل مهلا، هل تقول حقا إنه قد يتعطل؟ إيلوي، كانت الأمور صعبة، لكن كوتالو أوصلني إلى عقدة شبكة وحاول واصل ذلك، اقتربنا من البرج. عرفنا سبب تلك الجلبة. حيوان تلك الصغير. سايلنس، الزينت قادمون، هل نسقط دروعهم؟ أزيد طاقتك. اذهبوا هنا بلا جدوى. لن تؤذونا. إنكم ديدان زحفت إلى قاعدتنا من الشقوق. سايلنس، لحظة واحدة. ربما أعفو عنكم إن تخليتم عن تيلدا. أعتقد أنها قد خسرت نصيبها من عمليتنا دائما. ها هو. لا، لا شيء. حسنا حسنا يا رفاق، النار. هل ينبغي لنا الخوف؟ كثيراً حتى يجهز المركبة، ثم سيقوم بأخذ بيتا وجايا إلى المسار، ثم إلى أوديسا، ولن نذهب هنا. ذاك طريقنا؟ لا خيار آخر. سنحفر طريقاً، مستعدون؟ البرج وأحرر بيتها. إيلوي، نحن مت أيها الروبوت القذر. أعتذر، نحن بخير ما دامت ألفا ستسرع. سوف أدخل الشبكة. ابذلي قصارى جهدك.
مصعب، هذا مبشر. لدينا أمور لم ننهيها يا صديقتي. لا أحتاج إلى درع للقضاء علي. صدقني، ستتمنى لو لديك واحد. أمستعدة أيتها الفأرة؟ طريقاً رائعاً، أليس كذلك؟ هذه نهايته. غريبة وتحقيق. هيلوي، أنت هنا؟ أدمرك يا فتاة.
تأكدت أن أنسى الشعور بالألم. الآن نستمتع، صحيح؟ أنت بخير؟ سأتحسن مع الوقت. اذهبي، أنقذي أختك. سأجتمع بالآخرين في أطول.
أنت بخير؟ أعرف مررت بأشياء صعبة، ساعديني لأصل لشبكة زينث. أريد ملفاتهم، أي شيء يشير إلى نمسيس. حسناً، هناك. الأنظمة منهارة في القاعدة، لذا ينبغي لي أن أستفيد. أجل، نمسيس هنا. هناك شيء في الفضاء ويتبع أفراد زينث إلى الأرض. انظري، طرق الهروب. ألفا حاولت تحذيري من هذا. الزينث لا يريدون البقاء هنا، إنه روبوت من نوع ما أو سرب منها. قراءات الطاقة فلكية، ليست كارثة طبيعية هي ما دمرت مستعمرة زينث على الشعرة اليمانية. بل هذا الشيء، الأرض ليست وطناً لهم، بل هي محطة للهرب. أراكما مجهولتين. وكنت تكذبين. نمسيس، ما هذا؟ إنه نحن، عقول فار زينث، أو حتى نسخ منهم. لم يكن رفاقي في الشعرة اليمانية راضين عن الخلود البدني، أرادوا سموه رقمياً، طريقة لتحميل عقولهم لأي شيء عضوي أو ميكانيكي. نيمسيس فشلت تجربته في ذلك وهجرت، لكن لم تمحق قط. أهملت بيانات مكونة من ذكرياتنا وعواطفنا حتى تتعفن. وهذا دمر مستعمرتكم؟ لم ندرك أن البيانات امتلكت إدراكاً ولم نحتويها. كان لديها ما تحتاجه من ذكرياتنا، البروتوكولات الأمنية والأنظمة ورموز التجاوز. تجاوزت كل شيء قبل إصابتنا، سيطرت على منشأة الطباعة وحصلت على أي نموذج روبوت تريده للقضاء علينا. ولما؟ تخيلي أن تعلقي لعقود ولا تسمعي إلا أصداءً لأشخاص مصابين بجنون العظمة. تكرهنا لأننا تركناها في ذلك السجن. كونها حرة ستفعل أي شيء لتدميرنا وحرماننا من مرفأ آمن على الأرض. إشارة الانقراض التي أيقظت حادث، نمسيس أرسلها وليس أنتم. وأخيراً فهمت. حين فشل في ذلك انطلق من الشعرة اليمانية لينهي المهمة. لهذا كان علينا الهرب لكوكب عشوائي في مكان ما لا يمكنها أن تجدنا فيه، مع غايا، لتبنوا عالماً لأنفسكم. هذه الخطة للآن. الأرض انتهت يا إيلوي. نيمسيس ستسلخ منها الحياة لتحرمهم من وطن صالح، لكن حلم إليزابيث لن يموت. ستأتين معي للنجوم، ومع غايا سنبني عالمنا معاً، حيث لن يجدنا ذلك النظام المتوحش. ماذا؟ لا، أحببت إليزابيث أكثر مما تتخيلين، وتركتها خلفي لتموت مع البشرية أجمع، خطيئتي التي ندمت عليها لألف سنة، والآن تقف أمامي وليست نسخة متدنية، بل أفضل نسخة ممكنة. لا أطلب منك، ستأتين معي
ربما الأمر قاسا، لكنك ستسامحينني. لن تجبريني يا تيلدا. لا درع لديك. لدي شيء أفضل. الأطياف القصوى إلى هنا. احتمي إلى الباب. اعترفي يا إيلوي، لن تفوزي. لن أستسلم. سأستهدف درعه الذهبية. العصي والحجارة ضد البرق. هذه الأطياف
ذلك. هل حاولت أخذك؟ وأخبرتك عن نيمسيس؟ كنت تعرف كل الوقت. أجل من حادث، بالإضافة لبيانات عن طريقة تخطي دروع زينث. كل شيء فعلته لبناء جيش المتمردين بني على تلك المعرفة لأصل إلى هذا المكان واللحظة. ألم تستطع إخباري؟ حقاً يا إيلوي، أنت آخر من يتحدث عن العقلانية في مواجهة الاحتمالات. حين عرفت بنيمسيس من حادث، رأيت القطعة على الطاولة وكيف أحركها، وفي اللحظة نفسها عرفت أنها لعبة لن تشاركي فيها، وأنك ستتدخلين كي تحمي تيناكث. وكنت محقاً إلى حد ما. أفسدت خططي، لكن خططك نجحت، والنتيجة واحدة، أننا هنا، وحان وقت مغادرة هذا الكوكب الملعون للاستفادة من بيانات أوديسا وأبولو، وبداية فصل من سعي للمعرفة، فصل باحتمالات لا نهائية. انضمي إلي إن أردت هذا، فاستحقين المكان بجدارة. عكس تيلدا، أنا أقدم دعوة مهذبة. ستغادر هكذا وتترك كل شيء؟ ابقى، ساعدني في محاربته. ربما لم توضح تيلدا هذا الخطر بشكل كاف. لا يمكن إيقاف نيمسيس، فقد دمرت مستعمرة زينث المتقدمة في ساعات، فكيف ستنجو تلك الأرض البدائية؟ إن أحضرت غايا، فهذا ليس تخلياً عن الحياة، بل غرس بذرة عالم جديد، كما فعلت إليزابيث تماماً. الاختيار الذي اتخذته، التضحية بكل ذلك مقابل الأمل فيما قد يكون. إن كانت هنا في مكانك، كانت لتركب تلك المركبة. وجدتها. أهي بخير؟ لا تزال صامتة. شكراً للعشرة. وداعاً سايلنس. Thank you.
تبدو بخير. بل تبدو منتصرة. كعادتها. إيلوي، فعلتها. إلى أين تذهب؟ لأبعد مكان ممكن. أوه. متأكدة؟ ستبقى؟ لبعض الوقت. ستحتاجون إلى أي مساعدة ممكنة. أحد غيري يريد مشروباً؟ إن لم يكن مشروبك الخاص. أريد النوم قليلاً. فكرة رائعة. آمل أن ينتهي الأمر حقاً. هناك معركة أخرى، إليزابيث. وهي مختلفة عن التي خطها. الأمر لا يتعلق بأمل في إنشاء عالم جديد، بل بالحفاظ على ما لدينا. هناك مهمة لأصدقائي، نشر الخبر وطلب المساعدة، وقد تقبلوها. أظنهم لطالما عرفوا ما بدأت أفهمه للتو. شعب هذا الكوكب لديه القوة للقتال بأي معركة. والعبقرية لحل أي مشكلة. والشجاعة لتجاوز أي عقبة. والمرونة للنهوض بعد أي انتكاسة. بالنسبة لي، أنا خائفة بالطبع. ما ينتظرنا أصعب من أي شيء واجهناه من قبل. أستطيع تنحية الخوف. لأول مرة في حياتي لا أشعر بالوحدة.